اليوم طبعا الجوله بصراحه مع الاستاذ توفيق الشمس والاستاذ مصطفى، كانت جوله الى جزيره تاروت في جوله اسمها البحث عن الكنز، فكانت جوله ممتعه جدا جدا. واشكر الاخوان وبالخصوص اشكر الاخ توفيق الشمس والاخ مصطفى وباقي المجموعه. واحد البيت قديم طبعا البيت منهار تقريبا خطر واحد. هذا مدخل قلعة الآن هنا، فأنصحكم نصيحة خالصة أنكم تجربون هذه التجربة. صايرة مربعة وفي الزوايا زي الدوائر هي، فهم أربعة. إلى مستوى الصخور هذا اللي فوق، والماء ينتقل من الفتحة دي على اليمين إلى هذا يسمونه حمام باشا، حق الناس المميزين راح يكون فاضي الصخور. شفت كبيرة عليهم. أيوة. يجينا نرفعهم. هذا ده محمد. اه كان صار